رجعي كده في واحد قديم نعود معهم 5 مرات إذا ربحوا معه مرة إحنا ما نطلعوش خليل الزويري رئيس اتحاد بن حمد لكرة القدم. هذه الندوة الصحفية كننظموها لإطلاع الرأي العام اترافيغ لي جورناليست على القضية ديالنا واللي كندافعوا عليها بجميع النواحي القانونية والقوانين الجانبية العمل. دونك شنو هو اللي كنوقع؟ ان اتحاد بن حمد ربح واحد الماتش ديال البراج مع سيدي اسماعيل 3-1 من بعد ما تصدر المجموعة ديالو واللي كانت عنده لا بارتيكولاريتي ان ما عمرنا خسرنا شي ماتش ربحنا هذا التعادلات ولا ربح ما عمرنا خسرنا شي ماتش تاهلنا وخدنا عن جداره واستحقاق بطوله عصبه الشاويه دوكاله. قبل ما نلعبوا هذاك الماتش كانت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم جمعتنا ودرنا واحد اجتماع تحضيري لهذا اللقاء ديال السد وقالوا لنا ودي راه ما كنبغيوش المشاكل لحقاش اللقاء ديال السد خصو يتربح سوغ لو تيغان ماشي تربح بالقلم ولا شي حاجه. دونك غادي نحيدوا كاع هاد المشاكل غتعطيونا الله يخليكم لا ليست دي جوار علاش باش اللي عنده حمراء ولا 4 صفرات ولا شي حاجه ما تاثرش على هاد الشيء وما يكونش هاد الشيء ويكون هي النتيجه وهاد الشيء اللي كيكون في المغرب وحتى في العالم كله. وهاد الشيء اللي درنا لعبنا الماتش ديال الدومي فينال مع برشيد ربحناه 3-1 ومع زاويه سيدي اسماعيل ربحناه 3-1 ولكن كنتفاجئوا بان زاويه سيدي اسماعيل قدات واحد الاعتراض اللي دارته على واحد اللاعب عندنا عنده دوبل ليسونس من الحق ديالهم بيان سور باش يديروا هذا الركور هذا داروه وبالتات فيه لا ليغ اللي شافت كانت واحد دوبل ليسونس اللي غادي نزومي عليها ان شاء الله اللي بدات فيها ابتدائيا وفي الاستئناف وعطات لو جوار فعلا كانت عنده دوبل ليسونس و سانكسيوناو بان اون داغي وسانكسيوناو واحد الكاتب العام ديال قسم التمليلات اللي كان عطى لا ليسونس الثاني اللي عطاتها ليه لا فيدراسيون رويال ماروكان دو فوتبول عطاتو لا ليسونس الثانيه حتى هو سانكسيوناو ولا حالو على لجنه الاخلاقيات باش يشوفوا واش دار لان ما عرفوش اش دار وكونفيرمو بان اتحاد بن حمد هي اللي انتصر في الماتش ولكن ملي جاو للجامعه خذوا واحد القرار اخر بغيت يدير واحد اللزوم على ذاك اللاعب عبد الرحماني كان اللي جبناه من الدروا جبناه بواحد لا ريزيلياسيون ياك ودرنا الدوسي سنا معنا كونترا جي 5 بليس لو دوسي دو ريزيلياسيون عطينا اون بريم دو سيناتور ديال 4000 درهم اللي هي اون فورتون في تروازيام ديفيزيون وجبنا اللعاب وعيطنا للناس ديال الدروا وشفنا الوضعيه ديالو ودفعنا هذا الدوسي للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وعطتنا اون ليسونس لا 2165 تري بيان في الميركاتو ان اللي معروف في الاعراف في المعاملات وفي القانون وبان رئيس ديال هذيك الفرقه تيعيط ليا انا ولا على الكوميتي ديال الاتحاد بن حمد تيقول لهم هاد اللاعب راه بغيتو تنعطيو ليهم في الميركاتو ماشي مشكل ما داروهاش ما عرفناهمش كيفاش داروا اللاعب مشى لعب معاهم وسنا معاهم وشويه رجع عندنا قلنا ودي انا راه مع ديال الاتحاد بن حمد لعب معنا عندنا ليسونس 2000 عطاو اون دوزيام ليسونس للقسم التمليلات كيفاش داروا الله اعلم هي ان بروسيس كي تورن با في لا فيدراسيون باش لا فيدراسيون تعطيني انا ليسونس 2165 وباش نعطيه خص او موا تكون عندها لا ليسونس ديالي وتكون عنده الكونترا دو ريزيلياسيون ويكون مدير الدوسي ديالو وعاطينو مفاليدينو دونك يا ان تروك كي فا با دون سات افير تري بيان لو روكور اللي داروا في الجامعه بطريقه غريبه جدا تيقول لك ودي تاعك بن حمد ما عندها حتى شي مشكل غير واحد البارونتيز اخرى نسيتها ميركاتو اللي معروف راكم عارفين انتم هادشي تتفرجوا في الكره الرجاء والوداد تتبيع لعابه بمليار تستط ملاير واتحاد بن حمد يدوا لاعب بدون مقابل عندها لا ليسونس ديالها اللي عاطيها للجامعه وتهبط لتروازيام ديفيزيون هذا غير معقول. لو جيجمون اللي عطات لا فيدراسيون غريب جدا كيقول لك اتحاد بن حمد ما عنده حتى شي مشكل المشكل الكاتب العام قسم التمليلات غنحيلو على لجنه الاخلاقيات شوف اش غيديروا معاه ما عرفش يقدر يكون بريء يقدر يكون جنائي احنا ما عارفينش اش دار استاذ لكن كاين اكراهات طويله لا انا واحد القضيه انا بعدا واحد القضيه انا مومبر ديال لا فيدراسيون رويال ماروكان دي فوتبول وكنحترم الانستيتيوسيون كنحترم لي كادر ديالها لانهم كادر كبار وعلى راسهم بالسيف وجه القشاع لا انا انشر لان سي ان بروسيس بروسيس كي تون بارون انا عندي شركه راه عندي تانا دي بروسيس كي تون بارون هاد البروسيس كي تون بارون غير بن حمد يدوا بابي لي بو كاسي عليه لا فيدراسيون كتقول لك ودي بن حمد ما عنده حتى شي مشكل كاتب العام هذا كتحكم على راسها كتقول لك ودي راه الجامعه
جميع حنا ارتكبنا خطا لان هما اللي خسروا الصائر ولات جوجي بارتي وهذا غير معقول. ولكن الاتحاد من هنا تهبط للتروازيام ديفيزيون، واش هذا كيتقبلوا العقل القانون ما كيتقبلوا لا عقل لا لا لا, لا اخلاقيات لا قانون لا حتى شي حاجه. هل رسالتكم لم تتوجهوا بشكل مباشر؟ ارسلنا واحد الرساله للسي فوجي القجع لاعاده النظر في قرار لي جوستيفينا وطلب منهم باش نحضروا ونشرحوا ليه دو فيف فوا المشكل ديالنا، لان هذا المشكل غيخرق واحد لا جوريسبريدونس خايبه في لو مارشي ماروكان. واش لان اش كيقول لك هذيك لا ليست الثانيه حنا ما عارفينهاش كيفاش تقدر تكون فخوديلوز، ما عارفينهاش كيفاش داروا ليها هذوك الناس ديال تملات. ولكن بالحمد الطيح كيسكو صافي ديال ان غدا تكون البروليفيراسيون ديال لي ليسونس كي سون با فالابل عند 100 واحد وفين ماشي واحد كيخسر سي ماتش غيقولوا له جوريسبريدونس بن احمد. سي كوا سيدي لا جوريسبريدونس بن احمد؟ راه كاينه واحد لي ليسونس واخا تكون ما مزياناش ماشي مشكل، راه كيقول لك لا جوريسبريدونس هي بن احمد ما دارت والو، الكاتب العام اللي مشى يمكن دلس هذاك الشيء راه غيتعاقب غنحلو على لجنه الاخلاقيات، وبن احمد الكاتب العام ديالها ما دار والو ولكن تخسر الماتش. هادي فوضى غتولي في كرة القدم هادي لا داز. داكشي علاش لو لارتيكل 111 تري كليغ، ملي كتكونين دوبل ليسونس كنعاقبوا اللاعب كنعاقبوا الكاتب العام اللي دار هاد اللي كيكون دار شي مشكل، ولكن النتيجة لا تتغير. وحنا اللي بغينا دابا راه مشينا عند لا فيديراسيون وشفنا ان 20 دو بيرسون واللي دخلنا عنده كيقولوا عندكم الصح. ما فهمناش بغينا شي واحد يشرح لنا اللي هو البروبليم، علاش اتحاد بن احمد هبط الطروازيم؟ يشرحوا لنا ومشيو نهار شرحوا للناس ديال 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 بن احمد. نقول لهم ها علاش نفهموها، احنا ما فهمناش. الندوه الصحفيه غادي نعطيو مجموعه من الوثائق اللي كتحج هذا الشيء اللي تنقول. فوق حول مؤامره حكت لنادي اتحاد بن احمد، هل هناك من سرب معلومات تهم هذا الملف لجهاتنا؟ و كما قلت في الندوه انا صعيب تقول ان واحد من ولد بن احمد غايور وساكن في بن احمد كيحب الكره غيسرب معلومه. مساله واضحه كما قلت في الندوه راه كاين واحد المدرب ولا شي حد اللي دا اللاعب دا الفريق تملات هو اللي عطى المعلومه للاخوان ديال ما مسؤولينش عليها، قلبوا على المعلومه لقاوها، ولكن راه صعيب يعطيها واحد ولد بن احمد صعيبه، حيت اصلا ولد بن احمد ما عرفهاش. ملي غيجيبها كون كان عارفها غيعرف المكتب هو الاول اللي غيعرف هذه المعلومه، والمكتب راه قدموا لكم السيد الرئيس راه الاخوان كلهم تكوين اكاديمي عالي يعني على الاقل جامعي، اقلهم باك بلس 2 باك بلس 3، دونك ما يمكنش يكون عندهم هاد الافعال هذه بين قوسين اللي ممكن انها تكون تسيء للمدينه ككل والفريق الاتحاد الرياضي. سي شناني ممكن تحطنا يعني في قلب هذه الندوه الصحفيه، شنو الهدف منها؟ الندوه الصحفيه كما حضرتوا ليها اولا كاين الحدث هو فريق الاتحاد الرياضي لمدينه بن احمد الصعد عن جداره واستحقاق القسم الهوات من بعد ما جرى واحد 16 مقابله تقريبا كان فيها هو الاول ما عمرو خسر حتى مقابله، الى جانب جوج مقابلات ديال السد اللي ربحهم تما كذلك عن جداره واستحقاق 3-1 3-1. هذا الشيء تم اخر مقابله تمت 16/5/2021. نفاجئ في 29/8/2021 ان كاين قرار ديال لجنه الاستئناف الوطنيه للاستئناف بمدينه بالجامعه الملكيه لكره القدم اللي كتقول لك اودي انتم راه ما درتوا حتى خطا، ولكن راه خصكم تخسروا. راه زعما ما يتقبلها لا العقل لا المنطق لا القانون لا الممارسه الرياضيه، حطها فين بغيتي غتسيبها ما مقبولاش في اي سياق حطيتيها، راه غتسيب هذه العمليه ما مقبولاش. اولا تعاقب شخص على فعل لم يرتكب، ثانيا تهدم مشروع ديال فريق على المستوى الرياضي اللي كيبني فيه من الاساس، ودليل انكم اليوم راكم موجودين مع الفريق اللي كان كيلعب في التروازيام ديفيزيون في فندق اللي من مصنف من الفنادق الفخمه. ها يعني راه كاين مشروع كان بامكاننا نديروها في بن احمد ولا نديروها في شي مكتب ديال الاخوان اللي عندهم في المكتب ديالي ولا المكتب ديال السي خالد الزويري ولا، ولكن حنا بغينا نسلطوا الضوء على هذه القضيه لانها ستصبح عاده وستسيء الى الرياضه الوطنيه بشكل عام والى الرياضه المحليه بشكل خاص. اذا هذا الشيء علاش الجامعه الملكيه لكره القدم؟ رسالتنا للجامعه الملكيه لكره القدم هي من باطقه من الحكم اش فيه؟
تعاقب اللاعب، تعاقب اللاعب ديال تملالت، والمصاريف تخلص الصائر تخلصوا الجامعة. هذو ثلاثة مسؤول عليهم الجامعة. كنقول الجامعة صلحي شي حاجة ديالك خسرتيها ديالها، لأنها اللعاب هي اللي خلاته يلعب، والكاتب العام هي اللي قبلت الوثائق من عنده باش يتأهل اللعاب، والصائر هي اللي ما فيريفاتش باش تعطيه اللاعب. إذا ما يمكنش الحكم كيقول الجامعة انت اللي غتخلصي الصائر. واش الجامعة هي الاتحاد الرياضي بن أحمد؟ راه يمكن كانوا غلطوا في الصياغة ديال الحكم ولا شي حاجة. أنا وليت شاك، كتقول أنت ما عندك حتى شي خطأ ومن بعد راه خصك تخسر. وراه شرحتها قبيله في الندوة تقانونيا، التأطير ديال المادة 107 خارج السياق. المادة 107 فيها واحد ثلاثة ديتيري كيقولوا لا درتي هذا الخطأ، درتي هذا الخطأ، درتي هذا الخطأ، وكيجيو لتحت وكيديروا العقوبات. لا درتي هذاك الخطأ ها العقوبة ديالو، لا درتي هذا الخطأ ها العقوبة. حنا الجامعة كتقول لك ما درتيش الخطأ، ماشي كنقول لك حنا ما درناش الخطأ، لا، الجامعة تقر بأن ما درنا حتى خطأ. إذا كيفاش أنا ما عنديش الشطر الأول من 107 والشطر الثاني غطبقوا عليا ديال 107؟ هذا واحد. جوج، المادة 42 من قانون الروح، هذاك لو كود المدونة ديال الروح الرياضية، كود ديسيبلينير، اش كتقول؟ وراه خاص يكون السيد ارتكب الفعل باش تعاقبه. المسطرة المدنية القانون بشكل عام، شخصية العقوبة، ما يمكنش واحد يرتكب عقوبة. ولكن هو الشيء اللي خلى الجامعة أنها يعني تاخذ حقكم هذا العقاب بالرغم أنكم ما ارتكبتوش؟ والله إلا هو الجواب اللي كنقلب عليه، حيت بغينا شي واحد يقول لنا راكم خطأتوا في الجامعة ولا في المسؤولين ولا في الرياضيين ولا في القانونيين باش نبردوا. مازال ما قال لنا حتى واحد خطأتوا، كلشي كيقول لنا راه عندكم بصح، ولكن احنا خاسرين الحدود الساعة. شكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.